الله عليكم. تقول في سؤال آخر: ما الحكم إذا نسي زوجي دفع زكاة الفطر؟ ماذا يفعل الآن؟ وهل لها كفارة؟ إذا نسي إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد أو في يوم العيد بعد الصلاة فإنه يقضيها، يخرجها قضاء ولا يتركها ويقول قد فات وقتها، لأنها دين في ذمته، يخرجها قضاء إذا فات وقتها كغيرها من العبادات الواجبة. نعم.